راديو دابنغا يقدم ملفات سودانية. أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم في استضيف مساعد رئيس الأمم القومي الدكتور عبد الحليم رئيس التيمان للحديث حول مجمل الأوضاع في السودان بعد عام من الحرب. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنغا وفي هذا اللقاء. مرحب مرحب راديو دابنغا ومرحب بالسادة المستمعين، سعيد بالاستضافة. نعم، طيب دكتور عبد الحليم، فما يتعلق بمرور عام على الأزمة في السودان أو الحرب في السودان، يعني لحد الآن الأزمة في مكانة، يعني ما هو الأفق أو المستقبل لهذا الصراع؟ يعني كيف يخصم هذا الصراع، وهل هناك يعني بخصوص أمل لتحقيق السلام والاستقرار في السودان بعد عام من الحرب؟ طبعا من الواضح جدا انه هذه يعني الحرب اللعينه يعني اخذت يعني في الاتساع بشكل مخيف، وتسبب ذلك في تدهور الاوضاع، وكل المؤشرات تدل على ان الفوضى ستعم معظم الاراضي. لذلك نحن نحذر يعني من طريق مسدود، وخاصة مع تعثر المساعدات الإنسانية بين شرق وغرب البلاد. لذلك هناك طبعا حاجة ملحة لوصول المساعدات الإنسانية إلى مدن ومناطق دارفور والجزيرة والنيل الأبيض وكردستان والمتأثرين أو المحاصرين في مناطق النزاعات. لذلك يجب على الأطراف المتحاربة توفير بيئة آمنة ومساعدة للعمليات الإنسانية بغض النظر عن من يسيطر على المنطقة، ويجب طبعا فتح الطرق التجارية يعني من الدبة إلى دارفور ومن كوستي إلى أو من بورسودان إلى الجزيرة وإلى النيل الأبيض ومن كوستي إلى كردفان، وخاصة أنه الخريف سيحدد بقطع الطريق الوحيد الذي يربط بورسودان ويغذي الجزيرة والنيل الأبيض وكردفان الكبرى. هذا الطريق الذي سيمر عن طريق سنجة طبعا، لأنه الطريق الفاو الطريق القومي الآن مقفول بسبب النزاع بين الطرفين. فلذلك نحن نعتقد أن هذا الصراع الآن أخذ أبعاد خطيرة جدا، وترتب عليه تداعيات كبيرة وخطيرة على الأوضاع الإنسانية والأمنية ويعني حتى تماسك الدولة. ولذلك هناك ضرورة لدعم الجهود الوطنية والإقليمية لوقف الحرب بإيصال المساعدات، والتفاوض بين المكونات الوطنية أوضحت مسألة مهمة، ويجب أنه يكون في تنسيق المواقف يعني ما يؤدي لوقف الحرب يعني استعادة المسار السياسي، لأن ليس هناك من سبيل لحل المشاكل السودانية عن طريق السلاح. نحن دولة منذ الاستقلال نحارب إلى الآن، لذلك يجب وقف الحرب والعمل على مخاطبة أسباب الحروب والصراعات، كما نناشد المنظمات الإنسانية والإقليمية والدولية بالتدخل الفوري لإنقاذ النازحين في دارفور ومختلف أنحاء السودان من خطر المجاعة. ويعني الظرف الحالي يوجب على الجميع السعة اليقظة والحذر تسلح بوحدة الكلمة بدلا عن يعني تهييج المجتمع ونشر الخلافات وتقسيم المجتمع من خلال تقسيم القبائل كذا، يعني بين الفريقين قبائل تدعم الدعم وقبائل تعلن يعني دعمها للجيش، وهذا كلام خطير في ظل انتشار السلاح. ولذلك يجب محاربة كل أشكال النزاعات المناطقية والكراهية والعنصرية. وأعتقد يعني التداعيات الإنسانية تجلت أو تمثلت في زيادة رقعة الفقر والحرمان وفقدان المأوى، وأنت تعلم أن الوصول إلى التعليم تعطل تماما. نحن لدينا مئات الآلاف من الطلبة الآن لا يدرسون، وهناك أيضا غياب تام لخدمات العلاج وتعطل إمدادات الغذاء وتصاعد الأسعار في كثير في كل أنحاء السودان، وتعلم أن الرواتب توقفت تماما
نعم لذلك هناك يعني يجب دعم الشرطة لإنقاذ أرواح المواطنين، طيب والحديث عن المجاعة ليس مبالغة يعني. نعم وكذلك تعزيز دعم اللاجئين في الدول والدول التي تستضيفهم في المنطقة. نعم يعني أعتقد أن هذا هو الواقع الآن. نعم طيب ذكرت فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية وضرورة إيصال الناس المحاصرين المواطنين سواء كان في وسط السودان أو في غرب السودان بالذات، يعني كان في يعني قوة بتاعت الحركات الكفاح المسلح، ودي كانت يعني بتنقل المساعدات الإنسانية وبتنقل حتى القوافل التجارية ذات بتعمينها بتوصلها لحد دارفور، لكن الانقسام بتاعت الحركات دي جزء بقت مع الجيش وجزء مع الحياد، ده إلى أي مدى ممكن يعني يأثر على المواطنين؟ يعني الإنسان هناك في دارفور هو بيحتاج، أو في كل المناطق المربوطة القوافل بتاعت القوى المشتركة دي، يعني يكون في أثر، ما مدى تأثير الانقسام؟ القوة المشتركة في بداية الحرب كانت تنقل المساعدات الإنسانية إلى دارفور وتؤمن القوافل التجارية، يعني من كوستي، من بورسودان مرورا بكوستي عن طريق الأبيض إلى الفاشر. وكذلك كان هناك انسياب القوافل التجارية من الدبة إلى الفاشر. يعني هذا الانسياب توقف تماما عندما يعني اعلنت بعض يعني عندما قررت مجموعه الانحياز للجيش، ومنها طبعا مجموعه القائد النائب دكتور دبيب وعبد الله جنا، مقابل مجموعه اخرى يعني استمرت في مبدا الحياد مثل الدكتور الهادي والطاهر حجر واخرين، وكذلك عبد الواحد محمد نور التزم الحياد كذلك. فبالتالي الان انت تعلم ان الطريق طريق التجاره يعني او طرق التجاره تقطعت تماما ما بين غرب وشرق البلاد يعني، وهذا يؤثر على امدادات الصادر من الغرب الى الشرق، ويعني سلاسل الغذاء ايضا من الشرق الى الغرب. وهذا بسبب انحياز طبعا الحركات التي تقاتل إلى جانب الجيش التي كانت سابقا تساهم مع بقية القوى المشتركة في تأمين القوافل التجارية والإغاثية. وكذلك نحن نعلم في هذا الإطار أيضا الدعم السريع أعلن عن إنشاء مفوضية يعني خاصة بدعم السريع في المناطق التي تسيطر عليها الدعم السريع، وهذا أيضا طبعا في 13 أغسطس 2020 23 أصدر قائد الدعم السريع قرار بإنشاء وكالة للإغاثة، لكن التطور لكن لم يفعل. لكن قبل 3 أيام في 13/4 أصدر قرار آخر بإلغاء عمل مفوضية الأولى الإنساني هاك ومعتمدية شؤون اللاجئين في كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، واستبدالها بالوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية اختصارا بشارهو، وأن لا صلاحيات لحاك ومعتمدية اللاجئين في مناطق سيطرة الدعم السريع. هذا يعني أن المنظمات التي تريد أن توزع الإغاثة في مناطق سيطرة الدعم السريع عليها أن تنسق مباشرة مع الدعم السريع من خلال مفوضية الوكالة السودانية للإغاثة. هذا الأمر يعني يدل على أن هناك يعني وضع إداري مزدوج في الدولة، وبالتالي هذا أيضا انعكاس على هذه من تداعيات انحياز الحركات، لأن تفعيل هذا القرار أنا أيضا أراه في إطار يعني او كرد فعل من الدعم الشرعي على انحياز بعض الحركات التي كانت سابقا يعني تنسق عمليه نقل الاغاثه كما كنت تعلم من طريق الدبه بواسطه قوات جيش تحرير السودان الى دارفور، وكانت ايضا هذه القوات او حركه مناوي تؤمن وصول ايضا الاغاثه من تشاد عن طريق الطينه الى شمال دارفور. فخروج من نوع الانحياز
أثر على التنسيق الذي كان موجودا في ذلك الوقت. فهذا بالإضافة إلى أن الانحياز أيضا أدى أيضا الحديث أو برز إلى السطح الحديث عن انحياز بعض القبائل إلى الحركات ودعمها في قتالها إلى الجيش. وهذا أيضا ينذر ويؤشر، وهو مؤشر خطير، يعني بإمكانية نقل الصراع مجددا إلى دارفور، ونحن نحذر من ذلك. يعني نعم المطلوب هو وقف الحرب، لكن ليس المزيد من استغلال الأوضاع الهشة، ويعني لإحداث مزيد من الانقسامات ومن التدهور في المجتمع. نعم أيوه طيب، ذكرت انه يعني في وضع اداري مزدوج، وحتى الان يعني مواقف الطرفين في الصراعات في قضيه ايصال المساعدات الانسانيه بدوا يستخدموا يعني المساعدات الانسانيه كورقه بتاع الضغط، كل واحد في مناطق سيطرته انه لا بد انه يسلك ما هو الجهه المسؤوله، ففي النهايه هو المواطن هو الضحيه، هو اللي بيدفع الثمن، يعني ما تعليق عليه. طبعا الضحية هو المواطن، يعني أنه يعني الصراع في ظل الصراع المتصاعد وعدم إمكانية التنسيق بين الحركات المسلحة والدعم السريع بسبب انحياز بعض الحركات، أنت تقول إن يعني أثر ذلك على الوضع عامة، نعم أليس كذلك؟ نعم ولا طبعا أعتقد إن هذا الأمر يعني سيتصاعد، لأن الدعم السريع أعلن أن يعني حركة ميناوي هدف بالنسبة لهم في كل الأماكن التي هم يسيطرون عليها، وبالتالي أنت تتحدث أن مجموعتين الآن أعلنت الأعداء فيما بينها، وبالتالي الآن قوافل الإغاثة لا تستطيع أن يعني تمر من خلال الطينة يعني إلى عمق دارفور، وكذلك لا تستطيع أن تأتي عن طريق الدبة، لأن المناطق من الدبة ومبادر وبوزعيمة مرورا ب يعني ودع وشعرية حتى يعني جنوب دارفور هي كلها مناطق تسيطر عليها الدعم السريع، كذلك المناطق من مليط وشمالا كتم وغيره، هذه المناطق ايضا يعني ما بين مالديف وقطب ينتشر فيها الدعم السريع، فاذا الاغاثه لا تستطيع ان تمضي شمالا ابعد من قطب، يعني قطب يسيطر على الدعم السريع، وايضا غربا لا تستطيع ان تمرر الاغاثه عن طريق جنينه مرورا بسر عمرك القاهره مثلا الى الفاشل، فانت تتحدث عن يعني اوصاء يعني كل الطرق المؤديه الى دارفور تقطعت تماما بسبب سيطره الدعم السريع على اجزاء كبيره من الحدود، يعني من الجنينه، كوربرانجا، الحدود مع تشات، الحدود مع افريقيا الوسطى، الحدود مع جنوب السودان جنوبا عن طريق السلام، الفوله، يعني كل هذه المناطق يسيطر عليها الدعم السريع. فالان دارفور أصبح كصندوق. يعني هذا الوضع أيضا ينطبق على النيل الأبيض، على فكرة يعني النيل الأبيض الآن مع الخريف أنت تتحدث أن أيضا صندوق معزول ومهدد أيضا بأزمة كبيرة، يعني لاند لوك بروفنس، يعني أنت عندك إقليم لاند لوك، وكذلك كردفان، يعني كردفان الآن مع توقف طريق السودان والدب أيضا ليس هناك منفذ إلا جنوب السودان، يعني هذا المنفذ أيضا في الخريف سيتوقف تماما، فهذا الأمر له يعني تداعيات خطيرة جدا، فنحن يعني من الآن نحذر على أساس أن يجب أن يكون هناك تنسيق وفتح طريق للمساعدات الإنسانية بغض النظر عن من يسيطر على تلك المناطق، يعني نعم ضرورة إنسانية ملحة، نعم ويجب طيب أن يبتعد الجميع عن الصراع يعني لما يتعلق الأمر بالمسائل الإنسانية. نعم طيب دكتور، برضو حاتم إقليم دارفور منهاوي يعني قال إن قوات الدعم السريع بتسعى لتكوين دولة في غرب السودان تحظى بالاعتراف الصامت، وأنت ذكرت إنه في وضع إداري مزدوج، وبرضه الحركة برضه بتاعت تحرير السودان في مناطق سيطرة الدعم السريع أقلق مكاتبه،
فكيف تقرأ كل التطورات يعني تقرأها، وكيف في ظل الأزمة الراهنة إلى أين يقود؟ الواقع فيما يخص تكوين دولة، أنا تحدثت عن إلى الآن نحن نحكم بما لدينا من التزامات وبما لدينا يعني من تصريحات وخطابات، يعني وهم ملزمين يعني بما يقولون. يعني مثلا قائد الدعم السريع أكد في أكثر من مناسبة معارضته بشكل قاطع أي محادثات أو مقترحات تشكك في وحدة السودان أرضا وشعبا. إلى الآن ليس جديد، يعني هذا موقف آخر موقف وأعلنه. لذلك وكلنا كسودانيون نحن نرفض أي أفكار حول تقسيم البلاد على أساس إقليمي يعني كوسيلة للخروج من هذا الصراع، لأن الخروج من هذا الصراع يقوم من خلال المفاوضات بين المكونات السودانية، يؤدي إلى حل شامل يحقق مستقبل جيد للسودان متطور، وبالتالي هذا هو يعني الأمر المطلوب وهو الشيء الذي نؤمن به جميعنا. وأما فيما يخص يعني حديث مني عن تقسيم البلاد، هو يبدو أن هناك صراع في المحور المساعدات الإنسانية، وطبعا تعلم أن الذي يمتلك المساعدات الإنسانية يمتلك تأثير على المجتمع، وهناك أيضا اتهامات أن المساعدات الإنسانية ربما ستكون أيضا يعني مدخلا لتهريب الأسلحة وما إلى ذلك، وربما يكون أيضا يعني فرصة للقيام ببعض المسائل الاستخباراتية، طالما يعني سيستغل كل الطرق. يعني فلا يجوز أبدا مجموعتان متناحرتان متحاربتان تحاربان بعضهما البعض، ثم يعني يكون في تنسيق بينهم على مستوى توزيع الغاشا في نفس المجتمعات، هذا مستحيل. لذلك أنا أعتقد أن الصراع والحديث عن الواقع بإداره، وهذا التوصيف الأدق لهذا الواقع يعني أنا أسميه دولة داخل الدولة، لأن الواقع الآن أن الدعم السريع دولة داخل الدولة من ناحية إدارية، لأنها يعني تعيش على مقدرات الدولة، يعني كما هو الحال في ليبيا، يعني تأتي من خلال استغلال الموارد والضرائب والجمارك وما إلى ذلك، وبالإضافة إلى إنشاء وكالات يعني لتنسيق وتوزيع الإغاثة. وبالتالي هذا يعني أن الدعم السريع سينسق مباشرة مع المنظمات الدولية. أما فيما يخص يعني حديث مني عن قفل مكاتبه في دارفور، أنا أعتقد أنه هناك مشكلة طبعا داخلية يعني في حركة تحرير السودان. يعني هناك طبعا حديث عن استقالات جماعية لقيادات من حركة جيش تحرير السودان، وقد أعلن عن ذلك محمد حسين طبعا أمين الشؤون القانونية للحركة، عندما يعني قال أنهم أعلنوا عن استقالات جماعية ووصفوا خروج من نوع عن الحياد بأنه يمثل قرارا فرديا اتخذه رئيس الحركة، وأن القرار حسب محمد حسين طبعا يخالف مبادئ الحركة ويمثل اختطافا لقرارها من قبل مجموعة محدودة. هذا تطور خطير طبعا، وأنا أعتقد أن مني عندما ذهب في اتجاه قفل جميع مكاتب الحركة هو يريد أن يوقف نزيف احتمال تساقط قياداته في المكاتب المنتشرة، أو لا أدري كم مكتب لديه في دارفور، لأن هناك حديث عن أنه يعني أصلا وجوده ضعيف في بعض المناطق في أغلب مناطق دارفور حاليا. لكن مهما يكن الحديث هنا ربما عن إمكانية حدوث انسلاخات متتالية ربما ستضرب يعني عن يعني مكانة الحركة وتسبب لها تراجع وتصدع سياسي واجتماعي. لكن أنا أعتقد أنه الآن بانحياز
مني وذهابه في اتجاه القتال مع الجيش ستستمر، التباين وجهات النظر داخل الحركة سوف لن تتوقف، علما بأن يعني كثير من المناطق التي تسيطر عليها الدعم السريع في دارفور سيتم بشكل أو آخر التفاهمات المحلية، وبالتالي سيسبب ذلك إضعاف للحركة على مستوى دارفور. يعني فنحن لا نتمنى أن تمتد يعني الحرب وتستمر أكثر مما هو الآن، ونتمنى أن يعني تنتهي هذه المشكلة، لأن أزمة أصبحت متعددة الأوجه، لأنها أصبحت أزمة جوع أكثر من أي شيء، لأنه حسب برنامج الغذاء العالمي إن يعني إنه 90% من المعرضين للجوع هم في السودان محصورون في مناطق المواجهات يعني بين الجيش والدعم السريع. ونحن نحذر يعني من التباطؤ أو عدم القيام بالخطوات والتنسيق اللازم بين مختلف المكونات حتى لا يكون يعني فات الأوان، إذا لم تصل المساعدات في الوقت المناسب في هذه الأيام وإنما يحل الخريف ستحصل كارثة كبيرة. نعم. نتمنى لن لا تحصل يعني. نعم. طيب دكتورة، كلمة أخيرة وكمخرج أو كرشيد للخروج من هذه الأزمة. وطبعاً الخروج من هذه الأزمة أنا أعتقد أنه يعني الآن عندما يعني يفقد الجيش قوته فوارد أنه يعني الجيش يقع تحت ابتزاز وتهديد المجموعات المسلحة وستعمل على استنزاف موارد الدولة وإقامة كيانات اقتصادية موازية واحتكار ثروات البلاد تماما كما حصل يعني مع الدعم السريع عندما كانت مجموعة مسلحة يعني انشأتها الدولة. والآن الدولة يعني مع ضعف الجيش يجب أن يكون الاتجاه نحو الحلول بدلا من يعني استقطاب واستنساخ نفس التجارب الفاشلة بالاعتماد على مجموعات مسلحة كتائب الإسلاميين البراء وغيره الذين ثبت أنهم يعني فشلهم يعني في التصدي للدعم السريع وحسم المعركة، يعني والدليل على أن الحرب الآن استمرت سنة، والآن الحكومة تعتمد كذلك على مجموعات مسلحة أخرى، وهذه مسألة يعني خطيرة. هذا الوضع الحش سيكون مصدر جذب يعني للجماعات المتطرفة، وربما سينشر الإرهاب في البلد، وفي ظل تنامي قدرات المجموعات العسكرية ماديا و يعني بشريا وتنامي عمليات حتى استقطاب المقاتلين على الأسس العرقية، وهذا يؤدي إلى اتساع نطاق الصراع. نحن يعني نعتقد أن الخطورة أيضا يعني تكون في 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 انه السلاح عندما ينتشر يعني في ايادي المواطنين بهذه الطريقه الواسعه ستتحول مجموعات سكانيه كبيره الى ميليشيات، وهذا حدث في ليبيا وفي لبنان، يعني ستتحول الى ميليشيات عشرات مئات الميليشيات المحليه وستتقاتل فيما بينها ايضا. ولذلك الآن يعني لدينا تجربة يعني قد تكون مماثلة، نحن نسير في نفس الطريق الليبي يعني إنشاء وتكوين والاعتماد على الميليشيات المسلحة ومجموعات المستنفرين وكتائب الإسلاميين وما إلى ذلك أبدا. إذن الحل ليس في ذلك، الحل في أننا يعني لابد أن نقتنع جميعا أو تقتنع المجموعات المتقاتلة أن ليس هناك من سبيل للخروج من هذه الأزمة من خلال الحرب. الحروب الحديثة كلها أخذت عشرات السنين وانتهت بالتفاوض بعد ما تدمرت كل مقدرات البلاد، لذلك الظرف الحالي يوجب على الجميع يعني أن نعود إلى وحدة الكلمة ونستفيد يعني من إمكانية الاستفادة من الدعم الدولي
والمنابر التي يعني تحاول أن تقدم مساعدة للسودانيين في أن يجلسوا مع بعض من أجل استعادة المسار الديمقراطي، من أجل أن نحافظ على وحدة بلدنا. ويعني يجب أيضا معالجة التداعيات الإنسانية بأسرع وقت، وكل ذلك من أجل المواطن. الآن المواطن يعني يريد أن يرى يعني ابنه في المدرسة، هناك المئات الآلاف الذين يعني ماتوا ويموتون يعني بسبب الأمراض المزمنة. تعلم من بداية الحرب من أول شهرين، يعني مثلا في مدينة مثل الجنينة كل مرضى الكلى، يعني كل مرضى الكلى ماتوا يعني. فالآن الأخبار تأتيك من السودان عن يعني انهيار كامل لكل أشكال الخدمات عن النجاح. فإذا هناك أيضا ضرورة لمخاطبة أسباب الحروب والتعاون بين كل المكونات الوطنية ونبذ الاستثمار في الأزمة الإنسانية. وبالتالي أعتقد أن المطلوب أيضا من العالم دعم السودان والضغط على كل الأطراف المتحاربة وتحميلهم المسؤولية، سواء كانوا الجيش أو الدعم السريع أو كتائب الإسلاميين أو الحركات التي تقاتل إلى جانب الجيش، يحملون مسؤولية التدهور يعني الماسل في الأوضاع. ويجب أن يضغطوا عليهم من أجل العودة إلى التفاوض يعني. يعني يجب أيضا النظر إلى أن الصراع في الأرض يتجه نحو صراع طويل الأمد، سيؤدي إلى انهيار السودان وستطال تداعياته المنطقة ككل. لذلك هناك ضرورة لوقف الحرب فورا. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الحليم عيسى تيمان، وسيد رئيس حزب الأمة القومي، على مشاركتك معنا في برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا. شكرا جزيلا لك دكتور. بارك الله فيك، شكرا لك، شكرا لك.